انتهينا من كافة الوزارات، وإن شاء الله يعني خلال هذا الأسبوع سنعد تقريرنا ونرفعه للمجلس حول القوانين اللي يعني تحتاج إلى متابعة تنفيذها، وحول قانون حقوق الطفل. طبعا بينت الوزيرة أن أسباب التأخير تعود إلى ارتباط القانون بعدة وزارات أخرى كالإعلام والداخلية والتربية والصحة، وإن شاء الله اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل ستصدر خلال أسبوعين. تم إعداد اللوائح التنفيذية إلا أن لم يعني تعرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة، فإن شاء الله تعالى سوف تعرض قريبا خلال الشهرين القادمين، وبهذا نكون أنجزنا ما يتعلق باللوائح التنفيذية لقانون الهيئة العامة للبيئة، وهو قانون مهم.